ما تصوروش راني فرحان لانني غندير هذه الفيديو هذه ولقيت الحل لواحد المشكل كبير عند خوتي وخواتاتي المغاربه اللي في المغرب. المشكل هو الامكانيه ديال التستثمار في الاسهم الامريكيه ولا الاسهم اون جينيرال في العالم كامل من المغرب. ما يمكنش كانت ممكنه ملي كان ايتورو تيقبل المغاربه، ما راكم عارفين تقريبا هذه 4 شهور ولا 5 شهور مابقاش يقبل المغاربه، دونك كلشي حصل، كلشي بقى تلقى غير الفوركس الكريبتو المعادن هادشي اللي يقدر يدير، ومع ذلك تيخدموا بالرافعه الماليه. اليوم في هذه الفيديو هذه غادي نشوفوا الامكانيه باش تشري الاسهم الامريكيه او الاسهم ديال العالم كامل، يعني اي بلد ولا اي قاره بدون رافعة مالية. تاني حاجة ما غيكونش مشكل السحب والإيداع، لأن علاش تيقبلوا غير كريبتو موني، ما تيقبلوش لي موني فيات يعني الدرهم أو الأورو أو الدولار. يعني أسهل حاجة دابا هي باش تجيب الكريبتو اليو اس دي تي وديبوزي به وتخدم به. يعني ممكن تسري بالعملات الرقمية تسري أسهم ديال الشركات، شي حاجة واعرة مفركعة بزاف. وتالت حاجة تيقبلوا المغاربة، ما كاينش إشكال مع الجنسية ديال المغاربة أو البلد المغرب. دونك أنا متحمس بزاف باش نوريكم إن شاء الله هاد هاد الفكرة هادي اللي تقريبا عام وأنا كنقلب على شي شركة اللي كدير هادشي، وأخيرا لقيتها، أخيرا لقيتها. غادي نشاركها معكم إن شاء الله، ونتمنى تعطيني لي غوتوغ ديالكم عليها اللي جربتوها إتسيتيرا. حنا راكم عارفين في أوروبا عندنا بزاف ديال الشركات اللي كيديروا هادشي، ويني في المغرب ولا في القارة الإفريقية ما كاينش مالوغوزمون. مي الحمد لله حنا لقينا وحدة، وكنتمنوا يبانوا واحد اخرين باش تكون ديك لا كونكورونس وشي يطيح على شي، وراكم عارفين كيفاش تخدم البلان. دونك بلا ما نطول عليكم ندوزو ان شاء الله صوب الموضوع بعد الفاصل الاشهاري. كما كتعرفوا تي او ماركت هو الداعم الرسمي ديال هذه القناه، كيعطينا الدعم باش في كل مره كنجيب لكم افكار جديده وفيديوهات جديده. دونك اللي مهتم بتداول الفوركس او المعادن او اي حاجه بالرافعه الماليه غادي يلقى ليا باش يتقيد تما. اون فوا تقيدوا منو راه غادي يعيط لكم الصديق ديالنا اسامه المغربي اللي خدام في ذاك البروكر، وغيعاونكم في اي حاجه، سواء كنت باغي تعلم تريدينغ، باغي ديبوزي، باغي تفايد الوراق ديالك، كلشي غادي يعاونك فيه. الشركه سميتها هابيت تريد. حنا دابا شويه غادي ندوزو ليكرون باش نوريكم لو سيت، نوريكم داكشي كامل. الحاجه الزوينه ديالو هي ممكن تداول الاسهم الامريكيه ولا الاسهم اون جينيرال، حنا غنشوفوهم ان شاء الله في التطبيق عن طريق الاستثمار بالعملات الرقميه. يعني بلاص ما غتمشي مثلا تحط 1000 دولار كتمشي كديبوزي 1000 يو اس دي تي مثلا، اوكي كديبوزي اليو اس دي تي ديالك، ومن بعد كتمشي تشري الاسهم الامريكيه اللي فيها زوين سكو ما كاينش الرافعه الماليه. يعني ملي كتشري شي سهم بحال اللي كتشري بصح من الشركه ديالو، يعني ما كاينش داكشي، ما عندك مناش تخاف. حاجه اخرى علاش كنركز بزاف على سوق الاسهم الامريكيه ولا الاسهم اون جينيرال، السهم ما كتخافش منه، مارشي لي ستابل كومباري لي مارشي الاسواق الاخرين بحال الفوركس بحال الكريبتو موني بحال ديال المعادن ايتترا. لي الشركه كيف تنقول لكم دائما الهدف ديالها هو تكبر، هو تدخل مبيعات اكثر، تكون فيها لينوفاسيون شاكاني، هذا هو الهدف ديالها. يعني لو ريسك باش تطيح تيكون قليل، ولكن لو ريسك باش تكبر تيكون كثير. اوكي دي سي بوغ سا كنصحكم بزاف تستمروا في هذا الدومين هذا ديال الاسهم او لي زوتي اف او صناديق الاستثمار. ما تنساوش الدراري ولا البنات اذا كنتوا ديجا كنتوا عارفين هذا البلان هذا هابيت تريد، خليوها لي في لي كومونتير وقول لي الراي ديالكم عليها. ثاني حاجه اللي كان عندكم دوتغ بلاتفورم ولا شركات اخرين كتعرفوهم اللي ممكن تشاركوا فيهم من المغرب وتسروا بهم الاسهم الامريكيه بدون رافعه ماليه، خليوها انا ثاني نستافدوا كاملين. وعلاش لا لا بانت لي شي وحده مزيان نعاود ندير عليها فيديو باش كلشي يستافد، ونحاولوا نعمو هذه الفكره ديال الاسهم، ونجيب ان شاء الله خويا زهير لانه هو اللي تيفهم بزاف هذا الشيء وينصحنا بزاف. اوكي دونك نعاود لكم كيفاش تحصل على البلان. كنت كنقلب عليها كنقلب على شي بديل ايتورو، كان كاينين صراحه ماشي بزاف، مي كاينين شي وحدين بحال مثلا داك انتراكتيف بروكر، مي تياخذ الوقت باش قبل الانسان قبل الواحد زعما تيطلب في الاول نورمالمون واحد ترونسفير من الحساب، ماشي زعما ديبوزيت من لاكارت ولا هذا. سي كومبليكي صراحه بالنسبه للمغرب، مي راه ممكن تقيدوا فيه صراحه داك اللي كان لكن تقدروا تحلوا فيه كونت انتراكتيف بروكر احسن حاجه. المهم قلت جوجل قلت ندهوات كندخل نقلب حتى شويه قلت غادي ندير مثلا باي ستوك ويت كريبتو كورنسي، وبدا يطلعوا لي في يوتيوب الناس كيدويو عليه ولا هما كيديرين له اشاره وداكشي. دخلت كنتصنت قلب في السيت، دونك ندخلوا السيت اونصوم بحال اللي درت كنشوف البلان. اوكي دونك غادي ندوزو ليكرون دابا. اوكي دونك هو هذا هابيت تريد دوت كوم، دونك المهم راه باين لكم انا بغيتو تدخلوا له داير بحال هكا السيت. دونك كتجي هنايا كيعطيك سميتو تيليشارجي من الاي او اس ولا الاندرويد. المهم هذا راه ما كتمكنلكش تحل مثلا شي كونت من السيت، ولكن بالتطبيق تيخدم غير بالابليكاسيون في التليفون، مي في السيت ما عندهمش شي حاجه. هنا كاين اللغات، المهم غنشوفو فيت في انفيست جلوبالي وين جلوبالي.
هنايا تيقول لك لي مارشي اللي عندهم، عندك ديال الميريكان، عندك ديال اليوكي انجليز، عندك ديال هونغ كونغ، استراليا، هاد اس جي ما عرفتش، سنغافور واقيلا اي ما عرفتش هاد البلان هذا، اسيت سيكوريتي. المهم تيعطيك زعما شنو عندهم في كوم ريغولاسيون. كنت شفت قبيلات عندهم ديال اي اي سيك ديال استراليا هي هادي فوالا، اوستراليان سيكوريتيز اند انفستمنت كوميشن. دونك هادي تالي بروكر اللي كنعرفوهم بحال تي او بحال اف ماركت اتسيتيرا، عندهم هاد لا ليسونس ديال اي سيك، اي سون ريغولي زعما. ملي كتشوف اي سيك اولا كاينه ديال لا ام اف ديال فرنسا، كاينه واحده اخرى مابقيتش عارف صراحه سميتها، المهم كتعرفي انها ريغولي. اوكي ها هما عطين كاع اللايسنس نمبر ديالهم، ممكن تمشيو تقلبوا عليهم في وسط لهاد الاي سيك هادو وتلقاوهم. اوكي دونك هنايا باش كتكون مطمئن. هنايا شنو دايرين في الاخر، انا تيقول لك زعما علاش تختارهم لا سيكوريتي تخربق داكشي، حنا ما تيهمناش هادشي، حنا خاصنا نعقل. اوكي دونك غادي نمشيو نتيليشارجيو لابليكاسيون اللي ديجا درتها. دونك انت كان عندك ايفون غدير اي او اس، كان عندك اندرويد غدير اندرويد. دونك دابا غادي ندوزو لسميتو، غادي نهز التليفون وغادي نسجل لكم تما. اوكي اوكي جايز، دابا حنايا في لابليكاسيون غادي تدخلوا نورمالمون، غادي تخرجوني في هاد لاباج ديال كوتس. يقدر ما يبان لكمش ديريكتوم هادشي اللي باين لكم اللي كيبان لكم هنايا، لان انا مشيت زدت كلكو سميتو دي زاكسيون اللي كنبغي نشوفهم في الواتش ليست ديالي. كتجي لهنايا لتحت كاينه اد تو واتش ليست، اوكي بحال هكا. وملي كتشوف شي وحده مثلا اللي باغي تدخلها، مثلا هاد بابا هادي، كتبرك على داك القلب وكتزيدو. مثلا نشوفو شي وحده اخرى، عندك مثلا هذيك نايك الفوق اللي كتبان لكم، كتبرك على القليب ويقول لك اد تو واتش ليست، غدير اوكي وغادي تبقى تلقاه من بعد تما. اوكي غنديرو كانسل. دونك هنايا الصفحه ديال لي تريد غادي نرجع لها من بعد. هنايا لي نيوز، اوكي هنايا البروفيل ديالك. نورمالمون نتوما غادي تكونوا ديكونيكتي، دونك غيطلب منكم غيطلب منكم تكونيكتاو. اوكي بالنسبه لي ديجا عنده كونط غادي يدير ساين ان، اللي عنده ما عندوش كونط غادي يدير ساين اب. مورا غادي تمشي للتريد غادي دير اوبن ناو. خاصكم تعرفوا بان كاين كونط ديال هابي تريد وكاين كونط ديال تريدينغ فوست هابي تريد. دونك كدير اوبن ناو غادي يعطيك تكونيكتا. اوكي دونك الا ما كنتيش كونيكتي بحالي غادي تكونيكتا دابا، غادير المود باس ديالك، غنديرو ساين ان. دابا حنا مقيدين، دونك هنايا غدير اوبن ناو. انا ديجا عندي ان كونط دو تريدينغ، نتوما ما عندكم، يقدر ما يكونش عندكم، دونك غادي نتكونيكتا حيت ديجا حليتو. نتوما غديرو ساين اب بحال هكا وتحلو كونط. دونك غادي نتكونيكتا. البلان اللي كنت باغي نوريكم، انا فسرت لكم هاد القضيه هادي، دابا غادي نحاول نفسر لكم قضيه اخرى. غادي نعاود نديكونيكتا، سمحوا لي ما غنديرش معكم داكشي من الاول، لان كنت تستيت باش نحاول نفهم كومون سا مارش، باش نعاود نفسر لكم ماشي هذا. دونك هنايا نورمالمون باش تفايدي الكونط ديالك تيخصك تصيفط لهم الباسبور الواليت ادريس والايميل ديالك. اوكي دونك سمعني، الباسبور عادي كيف ديما في كاع لي زاكشانج اللي كنديرو، كنصيفطو الدوكيومون سكاني راديو تيبان مزيان. ممكن الباسبور ديالك عادي ديال المغرب غتصيفطو، راه كيتقبل. الواليت ادريس يعني غتمشي مثلا البايبيت او الباينانس او الكوين بيس فين ما كان عندك الكونط ديالك، غادي تشد غتشد الواليت مثلا ديال لو اس تي تي، هو غيعطيك لو ار سي 20 كيخدموا البلوكشين ديال الاثيريوم ديال لو ار سي، غادي تدخل تما داكشي وصافي. والايميل ديالك كيصيفط لك واحد الكود في داك الايميل، صافي. اون فوا تدير هادشي تيتفاليد الكونط، جوج دقائق تيفاليديو، انا بعدا جوج دقائق فاليداو ليا، كان داكشي رابيد بزاف. دونك حنا غادي نعاودو نتكونيكتا. اوكي نديرو اوبن ناو. اوكي دابا حنا دخلنا له هنايا، هنايا كيف ما كيبان لكم، كيبان لكم يو اس كاش اكاونت، تيبان فيه شحال عندك ديال الدولار، انا ما ديبوزي فيه حتى شي حاجه. اوكي هنايا عندكم في الجنب على اليسار تيبان لكم بوطونه ديال تريد، عندكم حداها راه هي اللي حالين دابا، ما حالين حنا حتى شي اوردر، عندكم حداها اوردر هيستوري ما كاين والو، دونك ما تحل حتى شي حاجه هنايا. عندكم تما ديبوزيت اكتشينج فوند هيستوري، وكتحاول تدور بصبعك وغتلقى واحد اخرين، غتلقى فوند هيستوري واليت والسحب هو داك الويدرو. اوكي اللي كيهمنا دابا هو الانسان اللي غادي يبغي يدخل هنايا غادي يدير ديبوزيت، كتبرك عليها كيعطيك هو كيف قلت لكم لو ار سي 20 لو اس دي تي، كدير مثلا 100 باغي نديبوزيو 100 يو اس دي تي مثلا، لا غلط 100، غادي اكسبكتد ريسيف يعني غادي تجيني 97.9 تقريبا دولار. اوكي هنايا كيعطيك الواليت ديالهم باش ديبوزي عندهم، يا اما كديبوزي بالكيو ار كود يا اما كديبوزي بداك الرقم اللي عندك تما، كتدخلهم في الكونط ديالك ديال باي بيت مثلا، وكتصيفط لهاد الادريس هذا، كترونسفيرو كترونسفيري له اليو اس دي تي ديالك. اوكي دونك هادشي اللي تيكون بالنسبه للديبوزيت ساهله. بالنسبه للسحب غادي تكون لا ميم شوز، كتمشي هنا للسحب كتقول مثلا الاماونت اللي عندك كيعطيك شحال، كدير الواليت ديالك هنايا
كتفيري في الايميل ديالك باش كيعرفك بانك انت هو اللي مدير السحب، كيصيفط لك الكود في الايميل وكتفاليدي من بعد. دونك هادشي اللي كاين سهله، ما كاينش شي اشكال في هادشي. دونك دابا غادي نمشيو للتريد، غادي نحاولوا نتريديو مثلا. ديجا دابا مثلا هنا عندك الواتش ليست، كيف وريتكم كيفاش ديروا تقلبوا على شي حاجه باغينها، كتمشي لهاد الغوشيرش هادي وكتقلب. نفرضوا مثلا حنا باغيين مثلا موديرنا، هذاك ديال الدواء موديرنا، ها هو سميتو ام ار ان ا، كدير له قليب وكتزيدو. اوكي غادي نمشيو مثلا البلاصه فين زدناها، نحاولوا نقلبوا عليه. ها هو كتلقاه هو الاول، فهمتيني، كيعطيك الجرافيك، كيعطيك كلشي، لي زورغ ديال الشراء والبيع هنايا كاملين كيف ما كتشوفوهم، يعني داكشي صراحه مديطاي مزيان. اوكي بحال تريدين فيو لا بغيتي، كيف ما بغيتي تبين الشرط ديالك. دونك هنايا غادي نفرضوا مثلا باننا باغيين نشريو، كنديروا تريد بحال هكا. هنايا في التايب عندك ليميت، دونك كدير فيه الرقم، مثلا الرقم الحالي وصلو هو 282 و 460. دونك انا مثلا باغي نشري في 280 و 230، بحال هكا غندير 230. اوكي غندير الكونتيتي، واحد ولا جوج ولا ثلاثه على حسب انت شحال بغيتي. كيعطيك هنا الاماونت شحال ديال خاصو يكون عندك. هنايا غدير اما باي اما سيل وصافي، هادشي اللي كاين يعني ساهله مهله. هنايا عندك تالي زو تي اف، عندك ديال دو جونز، عندك ناسداك، عندك اس بي 500 ديال لو تي اف ديال اس بي 500، يعني تقريبا كاين بزاف ديال الحوايج. المهم حنا درنا تقريبا دوره شرفيه على لابليكاسيون باش تعرفوا كيفاش تخدم. فيت في ممكن ديك الساعه نتوما تقلبوا اكثر وتخشيو اكثر. هذا ما كان، دابا ندوزو نتلاقاو في الكاميرا ديالنا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لابليكاسيون. انا الصراحه كيف ما قلت لكم قبيله فرحت بزاف، لان كنفرح ملي كنلقى شي حاجه فريمون اللي غادي تساعد الناس، اللي غادي تفيد وغادي تساعد، ماشي غير شي فكره اللي ديجا كاينه ولا هذا. ملي كتكون انت الاول هضرتي على شي حاجه وفريمون تعبتي عليها وقلبتي عليها باش تلقى وتحل واحد الاشكاليه اللي عند خوتك المغاربه. دونك داكشي باش كنت فرحان بزاف وكنت باغي نقدم لكم هذا الفيديو. كنتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، ملي عجبتكم لايكيو كومونتيو، ولا عندكم شي تساؤل ولا عندكم شي فكره على هذا البروكر هذا ولا كنتو كتعرفوه خليو ليا عافاك الكومونتير ديالكم. بارطاجيو مع اصحابكم باش المغرب كامل يعرف بان كاينه هذه الامكانيه هذه، وممكن تداولوا هذه الساعه في الاسواق الامريكيه ولا الاسواق ديال الاسهم. الا كنتي متبعنيش انستغرام كان افيتك دابا تدخل وتبعني. تشاو.